قالت له انا ملي لاغي طلبتو فينا قال لي انا طلعت دابا راسي قلت له ليش قال لي انا نروح العق زيان باش غادي ندخلوا له الفلوس وندخلوا له الحوايج وندخلوا له كلش ووضعي ما عودنا ما ندوزوش انا شي طيحوا عليه في الواد عافية في الواد في كل شي طيحوا عليه لان هو ما وضعي ما ندوزوش ويلي الحالة المدنية واخا كان غات لي هي بنفسها ولا ولدي قال لي الحالة المدنية لي ماشي من حقي انا ماشي من حقي نعطيهم الحالة المدنية ميدي ليديهم انا خصني نتكلف ها ولدي هذاك انا نتكلف بيه انا نتكلف بيه ما نعطيش الحالة المدنية ديالي لواحد اخر يديهاش ما عطيناش غيصاوب بيها وخاتك على غاولي وقالوا هاني انا نروح ما ندير امشي بيدي ودي الحالة المدنية ديالي بيدي ونتكلف بشغلي ميمكنش يا تنسوا انا بغيت نطلب انا شي واحد يعطيني الحالة المدنية ديالو تعطيوها لي قسما بالله خوتي كان غالي وانا سمعت الغات انا غيت انا خوتو وقال له هضر مع بوك راه كاين غير وانا مرعب ما غندوزو شي مرعب واخا الحملي كتخنس وكيهزها كيهزها ماليا مرعب مسكين شهر مرعب العاوية ماشي الخاطر وما يحسن العاوية حنا ما مرعب ما مرعب حنا ما نعلقوه شي ولا شي حاجة صافي مرعب شاف هاوية ديالو مشى باغي ولادو خلي قاعد مع ولادو هو كيخدم على على ولادو حنا خدمو على الباقي ماشي حنا مشى مرعب صافي حنا سلمناه فيه بعناه ماشي مشى في الوقت مرعب قاعد مع ولادو كيخدم على ولادو الله يعاونو ويلي بحال في هاد اللحظة هادي مرعب حنا معاه ندوزوش وخا يطيح في الواد طيحو من ورا طاح في العافية طيحو فيه حتى حنا معاه بحال يكون الكذب ما كيكون الكذب على الميتين ماشي الحي انا حتى واحد ما طلب لي الحالة المدنية ولا غيولي انا ما نتقاتلينش حنا وهاد الناس اجي ولدك في الحبس ولدك كان اش غنديرو واش غنخدمو واش غنديرو عليه شي محامي ولا نخليوه في الحبس واش غنديرو كاين غير خوتو خوتو علاش خدامين في خدمتهم كاين غير لهم يجيو يلا خوتو اش غيديرو يلا سوا عندو الحالة المدنية ديالو عندو الجوجية ديالو عندو كلشي ديالو علاش علاش اسيدي عندو لاكارت ديالو خصو يسحب من سلوليتش بلاكارت ديالو عندو الحالة المدنية عندو كلش أولا ينسى خبر الشمية لماذا يقول لي شكري مساجي يقول لي شكري بس أمر لما احنا ما غادر شوني وإنما هم أسقط عطنا احنا هو جمت من عقزية دم احنا خصنا ورقة زيارة ما غادي نجيبوا هاسدي احنا دم يلا ترى لاش يسبقوا على الورقة زيارة ديوا باش ما ديواش احنا ونحنا هم دابا نديرو الحلول ديالنا باش غادي نمشيو واش غنديرو باش غندخلو حنا منعم ما غنتخلوش على منعم ماشي صافي حنا منعم منعم واخا يموت في الإمامات نهزو ونجيبو نحطو هنا قدام باب ندفنو أنا هاديك راه كتبقى غا فقصة هاديك كتبقى فقصة غادية دايرة بنادم اللي كيكون فقوص كيقول نقتل أنا ولا نذبح ولا ندير شي حاجة ويلي هو قال لك اللي دار الذنب كيتسهل العقوبة هو سيدي واش حكوا على الناس ما شارك معاهم بالهاد ما شارك معاهم السكنة ما شارك معاهم حتى شي حاجة واش داني يا سيدي انا ليهم لا قالوا له قتل يقول لهم انا ما كنقتل شي قالوا له ذبح يقول لهم انا ما كنذبح شي انا خارج ما كيسالوني ما كنسالهم ما والو انا خدام على ولادي نبقى خدام على ولادي وين نتقدم ما عندنا ما نقول والله يعني ما سنا ما نقول ولا حول ولا قوة إلا بالله قل لها شنو تقولي انت ما تقولي يا بنادم ما تسمع تقولي شنو تقولي على ولدك ولدنا ما غندوزوش شي لا بالقليل ولا بالكثير ولادو نهزوهم في سنان بنادم ولادو ديرو غبا هاكا نهزوهم نتوما غادي ديرو هاكا خصنا نهزوهم نتوما غادي ديرو انا يمكن كيدير شي واحد ولاد يوا بالي زعما ونعيبا ما غندوزو لا هو ولا
وخاولة دون الزوم هكا ها غندوزوهم خير ما غندوزوه لا ولا ولاد ولا ولاد ما غندوزوه ما غنلعبو خير كيبقى هكا كيبقى ولدنا ما غندوزوه شي منعم منعم كابو بيض ومنعم مزيان ومنعم صافي زعمو طيحو الله يعين صافي ما عندنا ما نقولو قادر على الله منعم كازم كتاب عليه كل دا عندو شي حاجة كيدوزها عندو كيدوزها عندو العينة كيدوزها حنا كنتفقسو ونعبرسو ما دا عندو شي حاجة مكتوبة وجيب درتو كيدوزها منعم منعم مسكين منعم دابا ربي يحمي بغيت شو من حال هو مزيان وكيبغي الناس وكنبقاو بيت تا هو ربي غيبيض قلبو وما يدوش حتى شي حاجة وحدة ولا غرش بحال منعم قلبو بيت تا واحد مغنكب عليه تما كلشي غيبغيه هو كيبغي الناس وتما غيبغيوها الناس هاي حيدو حوايجهم يلبسو من منعم صافي منعم ما بيه تا حاجة مسكين منعم مشا ضحية منعم غتابع ما عندو ما غير والله يهدي الله يهدي طلبوا الله الهداية كما يهدي الله طلبوا الله الهداية حنا قاعد مع ولادو حنا ما حيدالوش ولاد ما حيدوش ولاد ما حيدوش وين طاح في هذا المشكل ما عندنا ما ندير مكتئب ما عنده هو وما عنده بلاد يضارب عليها ما عنده سكنة يضارب عليها انا والو قدر علي الله خوتو داو عيالاتهم قاعدين معاهم تو غادي دايما فوق قاعد معاه حنا ماشي بيه تبقيت مع الوقت تبقيت مع بواه هكاك الدنيا خصيني هاني هم كيقولوا منعم يتي منعم عنده با عنده مو عنده خوتو عنده عائلة كبيرة منعم شت منعم عنده عائلة تمن فاس نبغينا نجمعو السكنة ديالنا نديروها فاس عائلتنا نديروها حنا كلها فاس بغينا حنا نديرو عائلة منعم أكبر عائلة عنده ويني هو أتبع كان 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 قال فاعل مشى لها وداز لها خرج كبور والله يسمح منعم غير غادر هم الواحد يخرجوا من الحبس غادر هم الواحد يخرجوا من الحبس ويني هو أتبع اللي قال لا لا ومالي خرج خرج والو فلات منعم اللي قال اللي قال هذا قالوا لي جا قال واحد كيشطح هكا كيشطح للدومة قال اه شكون قال لك هاد الدومة هي غا كيشطح ما عرفتوش الغربي كيهزها صار كيقول هاد الدومة شكون قال لك انايا منعم بغا اللي جا كيقلبو منعم ضحكتيلو هو معاك اللي ضحك له يديه وخا يكون ما كيعرف لا غيدبحو ولا غيقتلو ولا والو غا اللي ضحك له كيتبعو طب الله يديرو كلشي دابا دابا دوز الحزة دابا دوز ماشي قدر علي الله مع رجال تالوك رجال يالك اللي فيك الحبس ماشي رجال الحبس عطاه الله تا هو تا هو نظافة ماشي تا هو الحبس نظافة باش بنادم يدير عقلو باش هاكا غيعرف دابا وخا تا يضربو بنادم يقول اسمح لي الله يرحم الوالدين شتبا يجي بحالو فوقاش ما جا خاطر يجبد مع الواحد شي سقلا ولا لا يكون مدوز المحنة يقول اسمح لي اخويا الله يرحم الوالدين اسمح لي عندو ما دازش عليه المحنة وما ما يعقلش عليها دابا بغا دوز المرحلة ديالو دابا دوز ان شاء الله ويلي منعم حنا ما عندناش الفكاك مع منعم حنا ما منعم ما غنتصرفوش معاه ويلي غا الكذوب علاش